بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع الصلاة ركن الإسلام الأعظم والصلة بين العبد وبين ربه، ونعرج الآن بإذن الله على آكد ما ينبغي أن يعتني به أحدنا وهو ماثل بين يدي الله عز وجل في صلاته وتهجده وتراويحه، ألا وهو الخشوع والخضوع، والذي هو لب الصلاة وروحها، والذي عرفه الجنيد رحمه الله بقوله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقد زكى الله عز وجل صفوة خلقه ونقاوة عباده بخشوعهم، فقال الله جل الله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. زكى الله عز وجل بالخشوع صفوة خلقه ونقاوة عباده، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أول علامة فلاحهم والوصف الأول لإيمانهم، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. زكى الله عز وجل بالخشوع صفوة خلقه والكمل من عباده، فقال: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا في معرض بيان عظمة القرآن العظيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استبطأ الله عز وجل قلوب المؤمنين وعاتبهم بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق،
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكأنها إشارة ربانية إلى أن القادر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر جل وعلا أن يحيي القلوب بعد تحجرها وجمودها وجفافها ويبسها وخرابها. عباد الله، لقد وعد الله عز وجل المؤمنين وصالح الخاشعين، وعدهم عز وجل بخير موعود، فقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. عباد الله، كم من مسجد يكتظ ويغص بالمصلين، بيد أن الخاشعين فيه نذر يسير وعملة نادرة جدا، لربما عدوا على أصابع اليد الواحدة، وكأنها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد تحققت، وذلك يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يستجير بالله جل وعلا ويتعوذ به قائلا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه ورحمه الله مكتوب في الإنجيل: يا عيسى، قلب لا يخشع، علمه لا ينفع، ودعاؤه لا يرفع، وصوته لا يسمع. فيا أيها الواقف بين يدي الله جل وعلا، لا تلتفتن إلى سواه، وكما أنك أخي لا تتوجهن في صلاتك ببدنك إلى غير الكعبة، فلا تتوجهن بقلبك إلى غير رب الكعبة، وإلا فقد ذكر في أثر إلهي وكلمة موجعة وعتاب لاذع أن الله عز وجل يقول للمنشغل والملتفت في صلاته: أإلى خير مني؟ عباد الله، احذروا أن يسلب ويسرق منكم كنز خشوعكم، واحذروا كذلك من الخشوع المغشوش المضروب، والذي ذكره بعض السلف بقوله: إياكم وخشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق. فقيل:
وما خشوع النفاق؟ فقال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هذا ومحك الخشوع الحقيقي وميزانه ومقياسه الصادق. هناك وأنت في ظلمة وقعر بيتك. ولذلك لما رأى بعض الصالحين رجلا يصلي في المسجد قد طأطأ رأسه وكسر رقبته وبدت عليه علامات التخشع والمسكنة، عقب على ذلك قائلا: أنت لو كان ذلك في بيتك. نسأله جل في علاه أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يصلح ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فالخشوع في الصلاة رزق يسوقه الله عز وجل حيث يشاء. اسألوا الله عز وجل من فضله، وخذوا بأسباب الخشوع التي ترقى بكم إلى مصاف الخاشعين، والتي منها عدم الهرولة إبان الذهاب إلى الصلاة والمسجد. ومن ذلك كذلك البعد عن المشوشات المسموعة والمرئية. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب له خطوط وأعلام، ثم نزعه عليه الصلاة والسلام قائلا: لقد ألهاني عن صلاتي آنفا. ومن ذلك تفريغ القلب من غير الله، والإقبال على الصلاة ليس إلا، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. من أسباب الخشوع كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة، وكلما وسوس الوسواس. ومن ذلك ذكر الموت ودنو الأجل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، فصل أخي صلاة مودع، وتذكر بقيامك بين يدي الله عز وجل هنا خطورة قيامك بين يدي الله هناك. من أسباب الخشوع اليقين بالرجوع إلى الله عز وجل وتحتم لقائه. يقول جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. من تلك الأسباب مجاهدة النفس في تدبر الآيات النيرات. يقول بعض السلف: من أراد أن يصل إلى بر الخشوع فليبحر في بحر التدبر. من هذه الأسباب كذلك قراءة تراجم الخاشعين بقلوب خاشعة، وكيف أن هؤلاء العظماء العقلاء كانوا لا يهتمون
بعدد الركعات في التراويح وغيرها بقدر ما يهتمون بتحسين الركعات. قيل لبعضهم: هل تحدثك نفسك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل بشيء؟ فقال: نعم، بوقوفي بين يدي الله غدا ومنصرفي إلى أحد الدارين، الجنة أو النار. فقيل له: فهل تجد في صلاتك مما نجد في أنفسنا من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف في الأسنة وأطعن بالرماح أحب إلي من ذلك. من أنفع هذه الأسباب التي ترقى بنا إلى مصاف الخاشعين ألا يصلي أحدنا بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل صلاته حتى يدخل في صلاته وقلبه فارغ. وكما أن الجوع عباد الله يعصف ويذهب بالخشوع، فكذلك الإسراف في الطعام. وقديما قالوا: لا يرق القلب مع الشبع. وقالوا: من أراد أن يرق قلبه ويغزر دمعه فليأكل على نصف بطن. وعامتنا عباد الله في رمضان بدلا من أن يأكل على نصف بطن إذا به يأكل على بطن ونصف، وبدلا من أن نستعد ونتأهب لهذا الموسم الرباني بالتوبة النصوح وبتصفية ما بيننا من خلافات وخصومات، إذا بنا نتأهب ونستعد بملء الثلاجات والدولابات باللحوم والأسماك واليميش والمكسرات، ولربما ضاقت ثلاجة أحدنا عن ذلك وجعلت تئن وتشتكي وكادت تنفجر، فاستعانا على ذلك بثلاجة الجيران. ثم تكون ساعة الإفطار ساعة الملحمة، ملحمة اللحوم وأخواتها من مقليات ومشويات ومخليات، والتي تسلمنا إلى الكنافات والحلويات لننتقل على إثر ذلك إلى الفطائر والعصائر، ليكون موسم الصوم وشهر الصوم بدلا من أن يكون موسما ربانيا لقهر النفس وتهذي بها وتأدي بها وإلجامها بلجام الحق، بدلا من أن يكون رمضان شهر الصوم وموسم الصوم إذا به يتحول إلى محفل ومعلف وموسم للتسمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من أرادنا أراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم استعملنا ولا تجعلنا من المبدلين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر أهل السنة في العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا لزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.